وخلي بالكم الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي والله، والله الشهيد عند ربنا حاجة جميلة قوي. يعني اللي بيعطيه وبيعوض عليه وعليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. دي يمكن الكلمة اللي أنا حبيت أبدأ بيها كلامي، عشان كلنا كمصريين ما ننساش. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب مطلوب مننا اكتر من كده، مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين، عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمره تانيه كل التحيه وكل المحبه وكل الاحترام وكل التقدير ليكم، لارواح شهدائنا والمصابين والاسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم ابدا، لن ننساكم ابدا ان شاء الله.